تحت رعاية ودعم سمو الشيخة نورة بنت حمد آل خليفة قائد فريق الفرسان، نظم الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة بطولة ترويض الجياد الدرساج على ميدان الاتحاد العسكري الرياضي بالرفة. واستعرض الفرسان قدراتهم الفنية العالية في السيطرة على الجياد في مختلف الفئات التي شهدتها البطولة، بحضور جماهير تابعت البطولة والتي شهدت مشاركة واسعة من الفرسان. وعرب الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة عن شكره وتقديره لسمو الشيخة نورة بنت حمد الخليفة قائد فريق الفرسان على دعمها المتواصل للبطولة، والتي تأتي في إطار حرص سموها على مواصلة دعم الفرسان وارتقاء رياضة الفروسية بشكل عام ورياضة ترويض الجياد بشكل خاص. هذا وجرى تتويج الفائزين في المسابقات التي شهدتها البطولة، حيث أعرب الفائزون عن سعادتهم بحصولهم على المراكز الأولى، مقدمين الشكر والتقدير إلى سمو الشيخة نورة بنت حمد الخليفة قائد فريق الفرسان على دعمها المستمر.